بتقوله ده هتحاسب الريس على ثمن اكل السمك. انا عارفه ما بيحبش ياكل ببلاش. فيها عربي حسين، مساك حسين. يا اهلا يا اهلا. طب خمسه كده شويه يعني في مصلحه. خد عنبك يا اخويا ومع نفسك. يلا اتكلم مع مين يا عربي؟ كنت بكلم الريس. ريس ايه يا عربي؟ رئيس المجلس المحلي، لازم تستفسر يعني. خلينا في موضوعنا، ايه الاخبار؟ كله تمام. هستلم الورديه بكره 12 بالليل، 12 ونص تدخل، هنور لك بالبطاريه 3 مرات. 12 ونص، ربنا يستر. في حاجه يا عماد؟ لا يا عرب، مفيش حاجه، ما تحطش في دماغك يا جدع، مفيش حاجه. مهم انت مالي ايدك ولا هنروح في داهيه؟ عيد يا عربي، ده انا اقل يوم بعدي عربيتين ثلاثه من الجمرك. برافو يا حسين، مصر مش هتنسى لك اللي بتعمله فيها ابدا، لولا الزنقه والله. في حاجه يا عماد؟ لا يا عربي، رقبتي ملوحه بس يا جدع، مفيش حاجه يا جدع. خلاص خليها ملوحه الناحيه التانيه. خد اشرب بضاعه ببلاش وصاحبها راجل مغفل. اشرب كتير؟ خد راحتك. واحد، اثنين، ثلاثه، اشطب. صباح وقشطة يا باشا. أمال فين الأستاذ حسين؟ أستاذ حسين اتقبض عليه من شوية. اتقبض عليه؟ وسيادتك اللي نورت بالبطارية 3 مرات؟ بجرب حجارة البطارية. بيجرب الحجارة؟ سيبه يجربها. بيجربها في أنا. أنت بتقول حاجة؟ لا يا باشا، ده أنا كنت جاي أطمن إنهم قبضوا على الأستاذ حسين، أصلاً اللي مبلغ عنه. أرجع عني بقى، ألف سلامة يا باشا. ترجع على فين يا جدع انت؟ هو دخول الحمام زي اخرجه؟ تعال وريني ايه اللي معاك في العربيه دي. ارمي دي في الدواسه. مش واخد باله منها. ارميها. مفيش حاجه يا باشا. ايه ده كله؟ ولا حاجه. لا 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 لا، دي جمركها جامده قوي يا حلو. لا يا باشا، ده انا رايح فرح كبير قوي في مصر وقلت اعمل واجب. يا سلام، هتعمل واجب بعربيه ويسكي؟ ما اصل بعيد عنك، العروسه مدمنه، وبعدين دي ليلة دخلة، يا دوبك دول يهدوها. مش هيهدها غير عربية ويسكي؟ خد دول عشانك انت يا باشا. شامبو، هات هات الحاجة. انت هترجع عليا؟ هات. خد يا باشا دول، هات بيهم المزة اللي على مزاجك. ايه ده؟ رشوة؟ ماشي، انا هعملك قضيتين، تهريب ورشوة. رشوة ايه يا باشا؟ يا باشا دي نقطة. الليلة والناس الحلوين والجمارك ورجال الجمارك، وسمعني سلام، شيل ده شيلك، عديني عدلك. انا حوديك في داهيه يا باشا، حرام عليك بصراحه، انا جاي اكل فيهم لقمه عيش. يعني ايه يا اخويا جاي تاكل لقمه عيش؟ يعني جاي ابيعهم هنا. ايا ويسكي، اشرب ويسكي. ويسكي الحماده، هيا سندوتشات. خلي حماده يسكر. اروي قلبك يا سكران. اشرب يا عطشان. خد يا جدع انت. اروي قلبك يا سكران. البضاعه دي خلاص اتصدرت. يعني عمري ما عملتها، يوم ما اعملها يحصل اللي حصل. مرزق من يومك ابو السلكان، الدهب في ايدك يبقى اطراب. المهم دلوقتي انا هقول ايه الجلال بيه؟ الراجل كل شويه يتصل بيا وكده. نيمه، قول له بتوع الجمارك شادين شويه، اسبوعين ثلاثه والبضاعه توصل له، خليك معلم. بص، ده انت هتشوف ايام سودة هنا اهو، سبب البلاوي كلها بقى انت يا عماد. انت اللي تبلغ عننا وتقول لي رقبتك ملوحه؟ انا ماليش دعوه يا عربي، ما عطي هو اللي بلغ عنك، وانا عبد المأمور. عطي 175، يعني بعد الخصم 200 جنيه. يا معلم، متر بكامل وماشي جوه. شراء ولا منهده؟ اهو مين ده على ده؟ 70 جنيه. ليه يا اخويا؟ ده كله بالياسطه. تبقى منهده، ما عنديش حاجه للبيع. راح بقول لك ده صناعي بلاستيك، حتى شوف انت هتعمل ايه. الله يخرب بيت ابوك. اولع لك فيه عشان تصدق. مين ده اللي ولع فيه؟ يا عم ادفع لك ثمن. ادفع ثمن ايه يا جعر انت؟ انا جعر انا؟ رحمة الله بركاته. انا جعر؟ ايوه جعر، امك جعر كمان. يلا على اتكل على الله. انا اتكل على امي ولا اتكل عليك انت؟ اتكل بلا زباين اخر زمن. هي بورسعيد باظت من شويه، ما هو من امثالكم. ولع فيها ده، انا ولع في بلدك.
جت كلبلة. ايه ده؟ هيروين نمرة واحد، مش كده؟ صح يا باشا، ده هيروين صح، بس مش بتاعي. قدامي بدل ما افرج عليك التجاري كله. ده ملعوب عاطفي. بقول لك امشي قدامي بالذوق بدل ما بهدلك. تبهدل مين يا باشا؟ هتوب. ده من عيلة كبيرة قوي، ده انا امي اتجوزت 4 مرات. قال لكم هتوب. اطلع بالراحة. يا حاج زغلول، انت كنت فين؟ ما دريتش باللي حصل. دريت يا اخويا، قبضوا على معاطي، عايز ايه تاني؟ واجب برضه نروح نزوره في القسم، ده مهما كان نسيبنا. نسيبنا ايه يالا؟ وانت دخلك ايه؟ ازاي؟ مش قاري فتحة بنتك اللي هي في نفس الوقت حبيبتي اللي انا هاريها بوس؟ الله يحرقك ويحرق البوس يا اخي، اطلع عن بره. بتتخلى عن ابو نسب في اول حبسه؟ اول حبسه دي كانت فاتحه وقفلت خلاص. استعجبني يا حاج، رجوله ومبادئ واخلاق. ابعتها المهجة. معطي اخويا حبيبي، والله ما عرفتك، ده انا قلت المأمور بعت لي شبه حليب. اخص عليك يا معاطي، بودرة يا معاطي، يعني عشان ترضي مناخيرك تضيع نفسك. وحد امك ولك عين تحبسني عشان مزة عربي؟ اخرس لهاني وطي زيك تستغل زلقتي عشان تاخد حبيبتي مني. واتصيتك، انا لو اعرف ان انت اللي في الزياره ما كنتش نزلت. يعني نزل من المصيف. انت عايز ايه دلوقتي؟ جاي ليه يا عربي؟ جاي اخدمك. ده انا جبت محامي كبير قوي واطلعنا على القضيه. فقال لك ايه الكبير يا كبير؟ قال لي ان القضيه ان شاء الله تأبيده. ما انا عارف، انا عارف يا عربي، انت عملتها وجاي تشمت فيه. اني؟ داني اللي هطلعك منها زي ما بتطلع الامن من راسك. انت هتطلعني منها ازاي يا عم الفلايه؟ ربك لما يريد يد العبيط عشان الحديق اللي زيك يطق. اسمعني بقى، انا اعرف ناس تقال قوي في الطب الشرعي هيقبضوا ويخلصوا، وهيقولوا ان البودره اللي كانت في الكيس اسبرين، نوفالجين، بروزولين، اي حاجه يعني. ودول هيقبضوا كام دول؟ 200,000 جنيه بس. كتير، السيولة اللي حلت ما تجيبش 20، فلوسي كلها في السوق، ما انت عارف. عامل حسابي، خد امضي على شيك وين يضمنك عندهم. المهم تطلع يا اخويا، يلا امضي. مش مطمن لك، طول عمرك نصابة وانطاقة عربي. افرض انني بنصب عليك، انت خسران ايه؟ عندك 25 سنة بودرة، زود عليهم 3 شيك، مش هتفرق كتير. ده السجن وحش، وحش قوي، انت مستحمل ازاي؟ ده عشان ترضي مناخيرك تضيع بقية اعضائك. اوعى ايدك. تتجوز ازاي يا معاطي؟ عايز تحرق نفسك؟ اه صح. طب والحكاية دي تخلص ازاي يا عربي؟ زي ما فهمتك، انت تمضي، اني اضمن، انت تطلع. يا اخوانا انا مش مطمن، ولا ايه رايك ابو العربي؟ يعني حسام ما يجيبلوش 7-8 جوان كده؟ ليه يا عم، هو مارادونا بس كمونه ممكن يجيب جول. اني بقول ان المصري هو اللي هيكسب وهتشوفه. ايوه يا جدعان، بس المصري اليومين دول مش في حالته. المصري هيكسب الاهلي وفرق 3 جوان. يا عم طب قول فرق جول. لا فرق 3، والرهان واللي عايز يراهن. الجنيه مني ال10، 500 مني، ال50 منك يا ابو